سهلا سهلا سهلا، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال يا رب. المهم دابا حنا عندنا 9 و 13 دقيقة، خرجت من الخدمة مع ديك 8، جا مورايا الزوج هزني وقال لي يلا تمشي ديك السوشي، سو دابا حنا جينا نتعشاو وها انا غنوريكم. وانتم معانا. مهم الحبيب ديالي، هذا المحار ديال البحر فيه واحد الصوص واعر كيحمق كيحمق، وهذه الحوت البيض مقلي، وهذاك الشرم الكروفيت حتى هو بدك داك الخبز المحكوك الخبز المحكوك ومقلي. وما نقول لكمش على هذا السوشي، او ماي جاد، ما نقول لكمش ما نقول لكمش ما نقول لكمش، انتما غتشوفوا بعينكم، غنوري لكم كل شيء. كان كيحمق السوشي، كيحمق والله العظيم. الزوج هنايا ما قدرش يصبر، يعني انا كنصور قال لك والا انا كنصور وكياكل. مفاجأة، مكان الجريمة كاين داكشي كامل، شتو ما شاء الله. او ماي جاد، ما نقولكمش كيحمق كيحمق كيحمق، شتي البلاطو كامل كليناه. او ماي جاد، صراحه كلينا السوشي في بزاف د الاماكن وما كيعجبنيش. وكنت وريتكم واحد النهار واحد الفيديو معانا مشينا السوشي، ما كانش عجبنا بزاف صراحه ربي. هذا السوشي هذا كيحمق والله العظيم، كيحمق كيحمق، بسم الله ما شاء الله. انا وريت لكم كليناه كامل، عسو راه كلينا كامل والله الا تاكلينا كامل. عسي خدنا عملنا، عرفتي في حياتي شنا شي فريسة، حيلا سبنا شي فريسة وفترسنا وكلينا. مهم كانت صراحة كان السوشي مزيون وعجبني بزاف، ويعني ماشي كامل خضار، هذاك اللي خضار انا ما كليتوشي، انا كليت داك اللي مثلا مبخر وهذا كليتو انا، وجهي بسم الله ما شاء الله كيبان مزيون. لا والله الا عملت البارح واحد الماسك واعر، والله الا عملت واحد الماسك واعر، شو لا فلتر لا حتى شي حاجه سبحان الله. واحد الماسك انا نقول لكم دابا نيت، جبت تفرد القهوه مع الصابون ديال الوجه، اي شامبو ديال الوجه تعدلو، ومن بعد كتحكوا به وجهكم، ومن بعد كتغسلوا وجهكم بالماء دافي. والخلطه شنو هي الخلطه؟ نقول لكم الخلطه صفار البيضة والليمون الأورنج برتقال، معلقة صغيرة البرتقال وصفار البيضة، ومعلقة صغيرة من طحين الذرة، ومعلقة صغيرة من الخرقوم، ومعلقة صغيرة من الحليب باودر، وشني آخر، ومعلقة صغيرة من الخميرة. أنا عملت خميرة حبوب، نتوما عمل لهم معلقه صغيره بالخميره اللي كتعجبو بها، وخلطوا داكشي مزيان تيرجع بحال الكريمه بحال الكريم، يعني يرجع بحال الكريم. وديك الساعه عمروا به وجهكم، ما تحديوش الدوره ديال العيني، المهم الوجه ديالكم والعنق ديالكم وفيما بغيتوا، اماكن الداكنه فيما بغيتوا. والله الا شوف سبحان الله، شوف وجهي والله الا عتو، ان الماسك كيجيني مع وجهي واعر الصراحه. الماسك انا ملي كنعمل الماسك ما شاء الله وجهي اسبوع كيبقى كيحمق ما شاء الله صراحه ربي. فانا ما كنعملش الميكاب في وجهي وداكشي، ف كنحاول ما امكن نركز على الماسك، هذاك هو اللي كنركز عليه. هل نكرم لون مرسلة؟ نعم لون مركان او that's it، هذا ما كان مهم جات كصدار معنا، so that's it، هذا ما كان مهم. قلت لكم الوصفة ديالي هاد الوجه، وبعد كتخليوه حتى كينشف، ملي كينشف كيجبد لكم وجهكم مزيان. عرفتوا ديك الساعة كده قدرتوا كيفاش تحيدوا من وجهكم من غير ما أحسن، إذا ما عرفتوا شي فما عليكم إلا الماء، ومن بعد دايركت ومخصكم الدوش، لأن الصفار البيضة غيبقى لكم في الشعورات ديالكم. ويوا غد نعسوا بالريحة. المهم أنا عملت كنت الماسك لشعري وماسك لوجهي،
مهم انا من الخدمه برا نتعشى يعني زعما مشيت كسفت على حالتي وداك الشيء كما كتشوفوا ها حوايج الخدمه مهم خرجت كما هكذا ودتيت هانتوما معانا مهم الحبيب ديالي الغزالات ديال الفنات هنايا كنا سالينا صافي كلينا كما شفتوا كلينا داك داك البلاطو هذاك دو السوشي ايوا كانت الطريق بعيده الصراحه كانت شي 45 دقيقه من تما للدار ديالي واحد 45 دقيقه وقلت علاش خليني نصور الاضواء اللي كيعملوهم دابا في الديار هكذا في الشراج في البيبان برا كيعملوا بابا نوي كيعملوا بزاف د الحاجات كما كتعرفوا دابا العيد عندهم 23 24 25 كيشريو الهدايا لبعضياتهم كيعطيو الهدايا يعني لبعضياتهم فاميلي الاصدقاء المهم كيعطيو الهدايا لبعضياتهم كيتبادلوا الهدايا ونيير على الابواب حتى هو راس السنه على الابواب كيعملوا هذا الديزاين هذا واعر صراحه هذه الاضواء وهذو ما كيعدلوهم كيحمقوا شوفوا حاولت نصوركم واخا ما داكشي ما تصورش مزيان حيت كنت في الطوموبيل وراجلي كان كيزرب فحاولت هكذا غير نختطف شي حاجه هكذا خفيفه يعني غير تشوفوا هكذا صافي يعني ما اكيد ما غتشوفوا شي الديزاين كما هو وانما غير الاضواء وهكذا وهذه شجره هنايا عاملينها في داك الجهات السوشي عاملين تما شجره شفتوا كيش كيعدلوها بالاضواء كيعدلوا داك الشيء كيحمق والله العظيم شوفوا هاد الدار هادي كيفاش عاملين لنا اي شجره عندها حدا الباب كتعمل عليها الاضواء وهاد الديار هادو ما كانوا لداخل وكنحاول ما امكن نقرب ونصور كيعجبني هاد المنظر هذا الصراحه ربي كيعجبني والله الا كيعجبني شفتوا يعني ما كتشوفوا الاضواء ولكن هذا كيكون ديزاين مزيون منزلينو تما كيكون مثلا بابا نوي بالكاروسه بابا نوي بداك العكاز المهم كيكون بزاف ديزاينات عندهم صراحه ربي بزاف الحاجات ولكن هذا هو اللي قدرت نصور لكم يعني بكل صراحه غير تشوفوا صافي المره اللي ما جاي ان شاء الله داك مشيت لشي مطار نركز لكم على التصاور مزيان شتو هذيك عاوتاني الشجره راهيه عاملين لها الاضواء عاتي والله الا عاتي ما نقول لكم شي المنظر مزيان الصراحه العيد ديالهم هنايا كريسماس ونيويورك يكون واعر هنايا الصراحه كيكون داكشي مزيون بزاف بزاف وحتى ان المجازات كيكونوا التخفيضات غزالين الناس كيجيو من برا يتسخروا هنايا كيكونوا التخفيضات مزيونين بزاف وكيكونوا شي حاجات اللي ما كيكونوش دائما بزاف الناس مثلا كيكونوا هابطين المغرب ولا كيكونوا ماشي مسافرين فهاد الوقيته هادي كيشريو الهدايا لان كيكونوا شي حاجات ديال الهدايا كاش كيعطوهم كادو ملي كينزلوا وصافي وهنايا كان هنايا نهار اخر نهار قبل كانت الثلج وكانت الدنيا كتزلق شوفوا الطريق كتزلق وكانوا الطوموبيلات كيمشيو بشويه يعني هاد اليومين طاح واحد الثلج شوفوا تبارك الله شوفوا الثلج اوه ماي جاد شفتوا الثلج شفتوا الطوموبيلات مساكر مغطيين اه يا ربي اشتغلت شوف كنلعب بالثلج شفت الدنيا كيف الدنيا خاويه شفت شجره مزيوده شفت الطوموبيلات تغطاو يا اختي الطوموبيلات هنا شوفوا وهنايا ملي جيت من الشرجم انا ساكنه في الطاج الثاني فصورت هكذا عملت غير دائما انا كنعمل لقطات كنصور شويه حيت كنزل على فيسبوك كنزل على في شنو اسمه الواتساب صراحه كيعجبني نصور هذا نهار الثاني فحال اليوم طاح الثلج ولا غدا كنعاود ثاني شويه ديال الثلج كما كتشوفوا هذا نهار الثاني فحال غدا كان باقي شويه ديال الثلج كنوقف الثلج صراحه ومن بعد عاوتاني طاح شي 30% هكذاك فقط يعني جوزنا اليومين الثلج وهنايا الديار كنشوف نوري لكم هكذا مشى بشويه كنوري لكم
الزينة، ولكن الزينة الأولانية اللي كانت واعرة صراحة، هذوك هما اللي كانوا مزيونين بزاف بزاف بزاف، حيت كان عندهم السبيس، كان يعني كانت عندهم يعني تيسع كما كنقولوا، فحاطين بزاف ديال الحاجات. وهذه واحد الشجره هنايا كانت ما عرفتهاش واش فوق شي عماره والله الله يعلم. المهم انا جايز هنا صورت لكم اكيد شي سطح. وهاد التصويره هادي كنت خرجت من الخدمه وعجبني هاد المنظر هذا، قلت خليني عاوتاني نصورو مع الاضواء والعمارات وداك الشيء، قلت خليني نصور غير اذا عجبتني شي حاجه غير كنصورها وصافي. وداتيت، وهني غنقول لكم على الله يعجبكم الفيديو وتفرجوا الفيديو حتى الاخر، وبليز ملي كل اشهار خلي واحد يتسالى، واللي باقي مشتركش معي في القناه ما عليه الا يعمل سبسكرايب ويدخل مرحبا به، واللي تفرج في الفيديو ما ينسانيش يعمل لي لايك لان بزاف الناس كتفرج وما كتعمل لي شي لايك. وداتيت عشان نقول لكم اميس يو لاف يو، باي باي عليكم، نشوفكم في الفلوق الجاي ان شاء الله ولا فيديو جاي ان شاء الله. المهم ما تنساونيش بالاشتراك، الناس اللي باقي ما اشتركوش ما عليهم الا يشتركوا في القناه، المهم قناه فيها كل شيء وداتيت. اللي جا على بالي كنعدلو. انا نقول لكم باي باي.